اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في فات البث المباشر من الطريق الوطنيه رقم 10 باقليم تنغير في اتجاه ان شاء الله مدينه تنغير. اجواء رائعه ومثيره في هذه الاثناء متابعي قناه الشعب، بعد ما يعني الحمد لله شاهدنا واحد التساقطات اللي هي مطريه وثلجيه باقليم تنغير وايضا باقليم ورزازات. شوف يعني الطيور كيف ولاو والطريق ايضا كيف ولات باقليم تنغير بعد ما دابت الثلوج. دائما نجدد الترحاب والتحيه لكل متابعي قناه الشعب في البث المباشر. اجواء رائعه بعد ما خرجت الشمس باقليم تنغير، كيفما يعني كان بعد قناه شوف تي في بجهه تنغير ومرورا عبر هذا الطريق يعني اللي كانت عامره كلها ثلج، لكن بعد ما خرجت شوف بان الطريق يعني سحات الطيور وكذلك ما بقاش فيهم الثلج. يعني كنشاهد يعني ايضا حتى مجموعه من الدواوير اللي مازالين في اقليم تنغير اللي لحد الان ومازالين في اقليم ورزازات لحد الان محاصرين بالثلوج. شكرا جزيلا وعذرا متابعي قناه شوف تي في اللي حنا يعني الشبكه اللي شويه ضعيفه يعني في اقليم تنغير. شكرا جزيلا للمتابعين والمتابعات داخل وخارج ارض الوطن، وحي عاليا كل من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج في كل دول بقاع العالم. هذه الاجواء متابعي قناه الشعب في اقليم تنغير وبالضبط في الطريق الوطنيه رقم 10. بعد ما كانت التساقطات الثلجيه مهمه بهذه المنطقه، الحمد لله ان كنشكو يعني سحات الفرشه المائيه ان شاء الله اللي غادي تعود للمجرى نتاعها، وايضا مجموعه من الدواوير اللي كنتمنوا لهم انهم يتم المساعده ديالهم وليس فقط دوار واحد او جوج. وحيي ايضا عامل اقليم تنغير لانه دار مجهودات جد جباره، وكل مسؤولي اقليم تنغير لانهم داروا مجهودات جباره بمعظم دواوير الاقليم، لكن هيهات وما هيهات لاقليم ورزازات اللي ما شفنا فيها حتى مسؤول او برلماني او مسؤول جماعي اللي يتحط على ارض الواقع ويتحط معاهم في الميدان ويشوفوا شنو وقع في معظم الدواوير اللي لحد الان مازالين محاصرين ولحد الان مازالين الناس كيجيبوهم غير فوق النعوشه وخرجوهم فقط غير بطياره واحده اللي كانت بانت هذيك اللحظه. صرخات متابعي قناه شوف تي في وصرخات المواطنين بمنوكدال وباقليم ورزازات اللي لحد الان مازالين كيقولوا بان الوالدين ديالهم غير متطوعين من الساكنه اللي مشاو انهم يقلبوا عليهم بحثا على المتغيبين والمختفيين يعني في الثلوج الله يكون معاهم. نتمنوا ان شاء الله ما يكونوش وفيات، خسائر اللي غادي بعدد لا يحصى، ما غاديش نقولوا بانه ما كاينينش خسائر ديال الدراوج لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شحال من واحد اللي عنده الغنم ديالو كلشي مشى ليه، الدار مشات له، الغنم مشى ليه، كلشي مشى ليه، لكن الحمد لله الانسان اذا بقى بالصحه ديالو اكيد انه غادي يسترجع كلشي، لكن الدعم من الدوله خصو يكون. الحمد لله يعني مؤسسه محمد الخامس للتضامن انها وضعت واحد البصمه اللي هي جد رائعه، لكن الله يهدي ما خلق مجموعه من المسؤولين اللي شويه للمتضررين وبزاف للمسؤولين. هذا يعني اقصد بالذكر ان مجموعه من الصرخات ديال المواطنين اللي كيقولوا بان الدعم ما وصلناش وبان ما وصلنا والو، حتى قلب ديال السكر ولا باكيه ديال الزيت ما وصل ما شديناهاش، فقط كاينين هناك تلاعبات لمجموعه من المسؤولين الله يهديهم، واللي كنتمنوا انه يكون يستافدوا الناس اللي هما متضررين. هذه الاجواء متابعي قناه الشعب في اقليم تنغير، اجواء اللي هي جد رائعه ومثيره، ونتمنوا لمتابعي قناه الشعب بث مباشر اللي هو رائع مع الخوت مع الاحباب ومع ساكنه اقليم تنغير ومع ساكنه اقليم ورزازات وايضا اقليم زاكوره اللي توما كيعاني في صمت. ولنا ان شاء الله جوله في مجموعه من الاقاليم ديال جهه درعه فيلال بما فيهم اقليم تنغير اقليم زاكوره وعوده الى اقليم الرشيديه بعد سفر يعني دام اسبوع باقليم ورزازات ونقل معاناه الساكنه وصرخات المواطنين
اللي فقط غير المحسنين اللي كيشوفوا من حالهم وجلاله الملك، ولا مسؤول واحد كيطرق الباب ديالهم. فقط دبروا راسكم بهذه الكلمه اللي مجموعه من الفيديوهات تتكلم عن ذلك. وان شاء الله متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله. بخصوص البث ما سخاش بكم متابعي قناه الشعب وبغى يستمر، لانني كنبرك على تيرميني ما بغاش يوقف. جدد التحيه والترحاب مع المتابعين الاوفياء. دعواتكم متابعي قناه شوف تيفي مع الضواوير اللي مازال لحد الان محاصره، دعواتكم متابعي قناه شوف تيفي مع الناس اللي متضررين اللي مشى لهم الرزق ديالهم كامل، فقط انهم دراوش ومازالين دراوش وغادي يموتوا دراوش، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ان نشوفوا يعني تلاميذ بيغر من وكذا لان يمشيو، كانوا محاصرين من يوم الثلاثاء، ماشي هذا الثلاثاء الماضي، ويمشيو يعني يمشيو يدوهم الدور تاعهم في بيكوب، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ضمن هذا الشيء منكر يا مسؤولي اقليم ورزازات، واحيي عاليا واجدد التحيه لعامل اقليم تنغير، لان شفنا الحمد لله صوت وصوره ومسؤولي مدينه تنغير، لانهم شفناهم صوت وصوره ومجموعه من الجماعات باقليم تنغير لانهم شفناهم صوت وصوره ايضا. فاللي دار شي حاجه راه كيتشكر عليها، واللي ما دارش راه ما كيتشكرش عليها. هذه الاجواء متابعي قناه شوف تي في باقليم تنغير، وان شاء الله دخولا الى المدينه والى تغطيه مجموعه من صرخات المواطنين. فنحيي عاليا كل المتابعين والمتابعات، وان شاء الله متابعي قناه الشعب نلقاكم في بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله. كيفما كتعرفوا بان قناه شوف تي في صوت لمن لا صوت له بدون مقابل بث.